الموضوع اليوم باش نتكلموا على حول الموضوع السياسة في تونس وما هو مستقبلها. مع خونا رمزي. أهلا وسهلا رمزي. أزول، أهلا وسهلا. أزول ولا نزول، أهلا وسهلا. تنجمش وقت تتكلم تعلي صوتك شوية على خاطر باش نعرفوا يسمعوك مليح ولا ما يسمعوكش مليح. مرحبا بك خويا كريم. الصوت نتاعك شوية متقطع، عاود. مرحبا بكم الناس الكل، ومرحبا بك خويا كريم. أهلا وسهلا. رمزي شكور. باهي. تنجمش رمزي تقدم لنا نفسك. أهلا رمزي. أهلا بك وأهلا بكم الناس الكل. أنا رمزي. قدمت قبل في السياسة وكنت شباب، قدمت في التجمع الدستوري الديمقراطي، فوقت بعض المناصب في التكوين السياسي، وكنت منتخب في اللجنة المركزية للتجمع مؤتمر التحدي، وبعدك خرجت من التجمع ومشيت للحزب الديمقراطي التقدمي، وبعد ثورة من حزب الديمقراطي التقدمي خدمت مع المؤتمر من أجل الجمهورية، كنت مؤسس في المؤتمر التأسيسي، وعندي علاقات كبيرة مع الوزراء الحاليين والوزراء السابقين في الحكومات. هذا هو نجم نحكي شوية. أوكي. يعني كنت معناتها كنت من المؤسس في الحزب الجمهوري بتاع المرزوقي. حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. المؤتمر من أجل الجمهورية. المؤتمر من أجل الجمهورية بتاع المرزوقي. فهمت؟ فما ساعة نبدأ بالأسئلة اللي تم طرحهم بعد ندخلوا في الموضوع. فهمت؟ بعد نخلي أنا الأسئلة متاعي اللي بنسألهم. يسألك ألكسندر مناعي، هل بالإمكان معرفة مرجعية المرجعية السياسية؟ وعلى اي اساس بنيت معناتها النظره نتاعك والطرح الفكري نتاعك؟ فهمت؟ تفضل. بل الثوره كي دخلت في التجمع كنت عندي نظره اللي انا نجم نغير تغيير ايجابي من داخل السيستم، داخل المنظومه، لكني اصطدمت واقع اني المنظومه فاسده ويجب هدمها واعاده بناء منظومه جديده. هذاك علاش خرجت من تجمع ومشيت في PDP كمعارض. ثم بعد الثورة رغم قناعتي انه المرزوقي مهبول وانسان يحب الكود دو لا بيرسون، يعني عبادة الشخص، ولكن قلت الحزب بتاعه يمثل احسن ما فما في السيد، افضل ما هناك في السيد، لأن الحزب الديمقراطي التقدمي دمره ما يجري الشابي، دمره تدمير تام، وبعد الثورة مباشرة اعتبروا واحد من سياح مثل البلاد وولاوا ديكتاتوريين في إطار الحزب، ما خلاو حد يخدم على الروح، ولهذا كان السبيل أنه واحد يخرج. خلفيتي السياسية ما عنديش خلفية، يعني أنا بالنسبة لي نتعاطف مع الجبهة الشعبية ولكني ما نقسمهاش نفس الأفكار الواقعية، ما فماش خلفية وإيديولوجية. لو كان مش في الإنسان باش يعمل الإيديولوجيا لأنه مش يخلق صنم ويخلق دين، كيف وكيف اللي يمن يعني الإيديولوجيا في حد ذاتها هي فكرة أعطت أجوبة وحلول لمشكلة معينة في زمن معين. كل زمن يختلف، واحنا المشاكل اللي عندنا اليوم هي مشاكل مركبه، ولهذا لازم تاع حلول اصلا مركبه. يعني ما عنديش الايديولوجيا نتاعي هي الواقعيه والافيكاسي، اون دو اتر افيكاس اي ريال. شنو هي الطاقات اللي عندنا باش نجمو نصلحو البلاد؟ اوكي. يعني انت قلت معناتها طرحت مشكله ان قبل وقتها خدمت مع التجمع كان عندك نظرة أن التغيير يمكن أن يقع من داخل المنظومة. بعد الثورة فهمت كثير معناتها من اللي أيس من السياسة اللي موجودة في تونس من عهد الاستقلال إلى الآن، رجع له الأمل أنه يغير من داخل المنظومة. نعرف إحنا ياسر أحزاب طلعت بعد الثورة، يعني كيما مثلا القطب، كيما فهمت ياسر أحزاب، مش لازم نذكر أساميهم الكل، يعني
احنا معناتها اكثر الناس اللي كانوا يفهموا في السياسه او يحبوا السياسه رجع لهم الامل انهم يغيروا داخل المنظومه السياسيه الحديثه او حتى الصغيره. واكثرنا معناتها تجربتي انا شخصيا وتجربه كثير اكتشف ان منظومه الاحزاب سوى الصغيره سوى الكبيره هي نفس المنظومه. هل انت ترى بعد الثوره هناك امل في التغيير داخل المنظومه السياسيه؟ بعد الثوره ما فماش حتى تغيير، والاسباب متعدده. نجم نذكر بعض الاسباب. يعني في بلاد كثيره تمويل الاحزاب هو تمويل مشبوه، يعني كل حزب ياخذ اموال من عند جهه مشبوهه، يعني الجهه هذه هي اللي مش تتحكم فيه. ولهذا احنا بعد الثوره ما عندناش حتى حزب في تونس اليوم يعتبر حزب وطني 100%. يعني ما عندنا حتى حزب. انا معناتها شفت معناتها الاحزاب كما قلت لك سوى القطب سوى غيره، لكن هل تتصور اني ما فما حتى حزب مستقل في تونس؟ عندنا 208 ولا 207 حزب الان، صحيح ولا لا؟ اي، ولكن ما فما حتى حزب مؤثر ومستقل. حتى واحد. المؤثرين اي، ما فما حتى واحد. وفي الصغار، الصغار انا حسب معناتها تجربتي ان الصغار ما هما كان احزاب ساتيليت للاحزاب الكبيره. فما اللي هما احزاب ساتيليت للاحزاب الكبيره، وفما اللي هما عاملينها حزب كانه جمعيه حقوقيه. فما اللي عامل حزب بس باش يشهر باسمه، وفما اللي عامل حزب خاطر عنده جرائم حق عام وغيره باش يخدم روحه. فما مافيوزيين حلوا احزاب. خلط الاحزاب الصغيره مش كلها تكون ساتيليت، كل وحده علاش موجوده؟ يعني هل فما سامحني الاحزاب الصغيره مش كلها ساتيليت، ولكن حتى ما هيش ساتيليت لازمها تتعامل مع الاحزاب الكبيره باش تحافظ على وجودها. يا اخي هي احزاب كلها وصوليه، كلها حاجه تكون بالكرسي، حاجه باش تدبر بلايصه، حاجه باش تدبر فلوس. يا اخي ما فماش حتى حزب في تونس يخدم للبيت، كله يخدم لمصلحته الشخصيه. مش يعبي فلوس، مش يبيع ويشري، مش كذا. ده نحاولوا مع في تونس السياسيين في تونس عندهم قطيعه مع الواقع وقطيعه مع المجتمع. عندهم حتى التواصل مع الواقع، ما عندهم حتى التواصل مع المجتمع. يعني فور اكزامبل جيت تشوف مثلا حزب كيما حزب المشروع بحكي عليه. حزب المشروع اللي هو الاغلبيه نتاعو راهم هما لادينيين، قولوش يعني راه حزب مشروع حزب. لا، حزب مشروع هو حزب لائكي 100%، ما يختلفش برشا على حزب القدس. يجوف تشوف ومن داخل شنو في شنو لاهين في سبر الاراء. اي سيجما كونسي خلاتنا شبينا اخر وحيد، اي كذا، هاو مش نعملوا حكايه، يمشيوا يتذنبوا، يعملوا سهريه في الحمامات، يحكي ما هيك الطير اللي تجنح وجناحه ترد عليه. يحكي مع بعضهم، اي هذاك طلعت الكوته نتاعو عنده 50 جام، وهذاك طلعت الكوته نتاعو عنده 1000 جام. نسيتو استاذ هاغيت؟ لا يعني ما فما حتى حزب فرحانين شنو عملنا 500، عملنا 300 مكتب، يعني دفعوا فلوس بتاع كريو 300 دي. ايه وبعد عندك 300 مكتب، عندك عباد تخدم، عندك انت اصلا اسمك مشروع، عندك مشروع بالفعل. شنو المشروع بتاعك؟ شنو هي نظرتك لتونس؟ شنو هي نظرتك بعد 10 سنين؟ شنو هي نظرتك بعد 5 سنين؟ شنو هي الاليات اللي مش تقوم بها؟ وين تحب تغير؟ وشنو تحب تغير؟ ما تقوليش انا بتاع كله مش نغير كل شيء. السياسه مثلا حتى في الديمقراطيات الكبيره هي ديجا ماهيش ديمقراطيات، هي ديمقراطيات راسماليه. مش تلقى مثلا اوباما كير، اوباما كير هو مشروع نتاع الصحه نتاع اللي عمله اوباما. اوباما كير تعدى في الشهرين التوالى قبل ما يخرج اوباما من الحكم. يعني حكم بوندون دو موندا، حكم في دورتين وحقق المشروع نتاعو في اخر. الحمله نتاعو كامله الانتخابيه قامت على مشروع، مش يبدل مشروع، على هذيك انتخبوا بشر. انت اللي ننتخبك على شنو مش ينتخب؟ وينو مشروع؟ وين اي مشروع لاي حزب؟ اعطيني مشروع واحد بتاع حزب. ما فهمتش. يعني حسب مع هنا سؤال ساره قالت لك منظومة التجمع إن كانت تؤمن أنها قادرة التغيير ليست منظومة تعبئة، منظومة تعبي في الفلوس والمافيا.
يعني أنت هل تشوف الأحزاب الكل اللي موجودة في تونس سواء الصغيرة سواء الكبيرة أهدافها يا أما شخصية وإلا على البرستيج وإلا من أجل تغطية مثلا بعد بعض الجرائم اللي قامت بها؟ يعني معناتها هذا معناتها شيء خطير اللي تقول فيه. أنا حكيت مع أحد الأحزاب شو اسمه، عملت معه مقابلة، هو عنده حزب صغير ما نعرفش كان تعرفه، معناتها نسيت اسمه بالضبط، حسين، اسمه حسين، فهمت؟ عنده تونس، نسيت يمكن شيراز تذكرني بالاسم بتاعه. يعني تسمع بيه حسين ولا ما تسمعش بيه ساعه؟ ما عرفت، ما كان قولي اسم الحزب يمكن ننجم نعرفه. اي اصبر هات نشوف لك مثال. احنا ثم حزب صغير ماهوش معروف اسمه لوبير، يونيون فور لا ريبوبليك، اي وطني، حزب يحكي برشا كلامه فيه برشا واخد جانب كبير من الصحه. لوبير يونيون فور لا ريبوبليك هو سي لا كوبي كونفورم دو لوبير ان فرانس، يونيون فور لا ريبوبليك. اي لو بريزيدون بتاعو سي اليسينيو، البريزيدون بتاعو تاع لوبير في فرنسا، هو يحكي الواقع كما هو. كان بيتي بيتي بارتي في فرنسا وهو موجود في الكوبي بتاعه في تونس، عنده نظره مزيانه ياسر، لكن بارتي ما عندوش تبدي، هو اللي فير في فرنسا ميت ما عندوش تبدي، يعني ياخذ التنميه من ليزاديزيون عنده 15 20 الف ديرون، هو ما عندوش التنميه ما يخلوش يجيب التلفزيون، عملوا له بايكوت ديريكت. الصوت بتاعك راه قاعد يتقطع يا تسمع فيه ولا ما تسمعش فيه تو؟ عاود نحكي؟ اي عاود احكي خاطر الصوت بتاعك يتقطع. قلت لك في تونس عندنا ان تو بيتي بارتي كي سابيل لوبير، يونيون فور لا ريبوبليك، الاتحاد من اجل الجمهوريه. اي هو نسخه مطابقه للاصل من لوبير في فرنسا، رئيسه السيلينو كان من اشغال هو حزب يعطي نظره واقعيه ويعطي دي سوليسيون ريال فور لي فري بروبليم. في تونس الحزب هذا كما الحزب في فرنسا هما احزاب صغيره لا تاخذ في تمويل ولا يخليهم يجيو حتى في التلف. حب على حزب وطني نوعا ما، وطني نوعا ما، وطني نظره واقعيه برشا، لكن كيف ما يطرحش حلول، ما عندوش حلول، يعطي المشاكل لكن ما يخلوش. ما يعطيش حلول، فهمت؟ الاحزاب في تونس ما نشوفوا حتى حزب عنده مثلا كيما نقولوا احنا عندهم ياسر، عندهم اتجاهات سياسيه مثلا اجنبيه وتعامل اجنبي وكل شيء، ولكن في نفس الوقت ما عندهمش قوه في الطرح الافكار نتاعهم، وخاصه معناتها عجز، فهمت؟ عجز في التنفيذ، ما عندهمش كيما انت قلت حلول عمليه. شنو الاسباب انت كي تحل التلفزه التونسيه تلقى موجود كارفون وموجود زازا وموجود البطيه، تفهم اللي انت في بلاد تكريس الرداء، يعني كل ما تكون تبهيم كل ما تكون رديء ومخك خير كل ما نحن نفكوا في صورتك وردوك عبد ونشهروك. فوالا برشا نعطيوها برشا فلوس. كل ما تكون انت فيه احنا ندمروك وما نخليولكش فرصه باش توصل صوتك ولا تكون عبد، يقتلوك. لانه البلاد اللي حتى شادين الحساب هما الرداء بذات عينها، لاني بلاد نتاع تكريس الرداء، وهذه اخطر حاجه على تونس، اني الرداء دمر البلاد، دمر المجتمع، دمر الدوله. فما حزب اسمه نتاع حسين المحمدي، كان تسمع به حسين المحمدي، اسمه تونس الحداثه، تسمع به؟ تسمع به لكن ما عندي عليه حتى فكره. ما انت عندك عليه حتى فكره، انا هذايا الحزب يعني شويه مع حكيت مع المؤسس نتاعه اللي فهمت اسمه حسين المحمدي، عملت معه حتى مقابله، ونتمنى نهار تو نعاود نكلمه باش نعملوا مقابله هوني في المباشر. هو عنده نظره اخرى، هو الحزب نتاعه صغير. بالنسبه لي هو حسب ما قال لي في اللقاء انه مستحيل في تونس تعمل حزب فهمت يعطيوك معناتها الرخصه وتكون عندك صوت ولا يعطيوك المجال باش تحكي في الاعلام الا لما تكون متحيل ويكون عليك دوسي اللي انت مجرم باش تنجم توصل الصحافه في تونس. بالطبع
صحيحة؟ يعني قال هو أنا سألته قلت له فماش حزب معناتها وطنية؟ قال لي فما ما عندهم حتى صوت. قال لي هاو شوف الحزب نتاعي مثلا تونس الحداثة، قال لي ما يخليوكش لا في الإعلام لا حتى يخليني نستعمل كان فيسبوك، وحتى في فيسبوك فهمت؟ يعني يحاصروه. إذا أي حزب معناتها باش تعرفوا أنتوما أي معناتها ما هما الأحزاب المتحيلة والمجرمة في تونس توا في الوقت الحاضر هي الأحزاب اللي توصل للإعلام، ولا الأحزاب اللي فهمت يعني تأثر على الناس وتخليهم يتبعوا فيها. هذا معناتها بصفة عامة. يعني علاش هالفكرة هذه؟ علاش شنو الهدف رمزي من وراء هذا الشيء؟ شنو الهدف؟ هو الهدف هو تدمير تونس. وشكون يحب يدمر تونس؟ شكون يحب يدمرها؟ هو الخارجية. لكن هذا الحال موجود من عهد بن علي نوعا ما. الوقت بن علي يحب يدمروا تونس يا اخي، هما طيروا بن علي علاش؟ ما هو باش يدمروا تونس. سمحني، حالة تونس تصلح من وقت مشى بن علي؟ متى ما تصلحتش، بل بالعكس زادت كما نقولوا احنا. سمحني، المديونية التونسية كانت 24 مليار وقت بن علي، يعني 24 مليار هي المديونية التونسية مدة 60 سنة بحكم بورقيبة وحكم بن علي. المديونية ضربت أكثر من زوز، احنا تو في أكثر من دوبل. تقريبا فوتوا 50 مليار. يكون فتنا 50 مليار. يعني سامحني، إذا بن علي سارق بلي باش يكون سارق. حتى كانوا سارق ما عملش كين تري موفيز غوفرنونس، يعني ما كانش سيء في إدارة الدولة. ولكن اللي جاوا بعد الثورة كلهم كانوا سيئين جدا. سامحني سؤال بسيط. يعني تتخيل أنت أنه البترول موجود في ليبيا وموجود في الجزائر، والحقل البترولي يتعدى من الصحراء التونسية، يعني اللي تجبد منه ليبيا واللي تجبد منه الجزائر، كله موجود تحت الصحراء التونسية. هل انك انت تتخيل اني لابيار اللي بديش كونتيرات ما تخيلش اللي فيها هذيك كلها سرقة؟ اي بيان. تونس هي دولة بترولية ماهيش اقل من الجزائر ولا ماهيش اقل من ليبيا؟ ما مستحيل، عندك زوج دول بترولية على اليمين وعلى اليسار، يعني مستحيل تكون تونس مش دولة بترولية. يعني احنا موجودين في مصر، لحظة، الحقل النفطي هو متواصل من الجزائر الى ليبيا مرورا بتونس. كيفاش تحب تفسر لي يعني انت كي تعمل فراش في تونس مش تجبد بترول اكثر من الجزائر في الروند موقع لكن ما يساعدهمش تكلفة حفر الابار في تونس وهما عندهم كل شيء كله كذب، كله سيك ce sont des statistiques données par des multinationales qui vous donnent toujours des fausses résultats. مش يعطيك انت الخبير نتاع البترول، مش يقول لي هو خبير بترول لازم يكون خادم في برشا شركات بترول وحياته كامله باش يقعد مرهون باسم شركه بترول باش يقول فلوس، سينو ما يجيبوهاش باش يولي خبير، يعني باش يكتب لهم يحبوا عليه. بالفعل كيما في اي حاجه. انت في تونس عندك في سيره ما بين القصرين والكيف، عندك الفوسفات غني باليورانيوم اللي سكرته بعد الثوره، سكروه علاش؟ خاطر كان يمشي اليورانيوم والكون يمشي كله يمشي يتباع للجابون، والجابون كانت تخدم فيه لي سنترال نيوكليير نتاعها. يعني انت عندك طاقه نوويه في تونس، بعد الثوره امريكا الضغط نتاعها سكرته وقالوا لي جيزمون اي تي فيني، جيزمون انه ما با يوتيليزي 10% من جيزمون. انت دوله عندك فيها النيكل وعندك فيها اليورانيوم وعندك فيها البترول عندك فيها الذهب وعندك البلاتين في الكيف، وعندك دي جرون جيزمون في البلاتين مسكري من وقت استعمار ما تحلش. والكارتوغرافي في عام 2012 جات امريكا عملت كارتوغرافي كومبليت تونس، تعرف الشمه في وسط البحر وشمه في وسط البر، لازم تقوي المديونيه نتاع البلاد وتدمر الاقتصاد وتدمر فعليا باش بعد حتى في الظاهر انت الثروات هذيك الكليكا تمشي باش تخلص المديونيه نتاع البلاد. يتم سرقتها الكل، فهمت؟ يحبوا يوصلوا لبلاد الكاو. ياسر حاب يوصلوا البلاد الكاو. خلينا نقعد في هذه النقطه قبل ما ننتقلوا لنقاط اخرى. الاحزاب السياسيه اللي موجوده توا، يعني انت تشوف الخطا في الاحزاب السياسيه ام في الطبقه، طبقه المجتمع الغير مثقفه وغير واعيه سياسيا؟ يعني توا هذه الاحزاب لا يمكن ان يكون لها وجود لولا لها قطيع يتبعوها. سامحني، الشعب هو شعب احمق في طبقه،
نعرف الشعب احمق، نعرف الشعب حمار بطبعه يقولوا، فهمت؟ ايه يعني ما تنتظرش انت سامحني تقول لي الشعب وما شعب، انت عندك يا اما نقطه وطنيه والا عندك نقطه عميقه، تونس عندك نقطه سياسيه راس مال تونسي عني ونقطه سياسيه عميقه ومن احتر بعماله. يعني اي انسان يؤيد حزب موجود في تونس نقولوا معناتها اكثر الاحزاب العامله على الساحه هو انسان مشارك في الجريمه. بالطبع بالطبع هذه القناعه اللي وصلت لها انا، فهمت؟ مع تعاملي مع الاحزاب هذه اللي وصلت لها، معناتها القناعه وبالواقع، وخاطر انا معناتها قالوا لي هذا الكلام ولكن قلت خليني نجرب خليني نشوف خليني نتاكد. خلينا نرجعوا للاحزاب الكبيره اللي موجوده في تونس. احنا عندنا تقريبا ثلاثة احزاب كبيره في تونس، صحيح ولا لا؟ عندنا اكثر، عندنا خمسه احزاب كبيره. ما تنجمش تصنفهم لنا؟ عندك حزب وعنده تنظيم سري وتنظيم علني هو حزب النهضه. حزب النهضه ذاك معروف واضح بين، هو حزب باهي اسلامي، هو قال ما عادش اسلامي لكن هو يبقى حزب اسلامي. تنجمش تعطينا، خلينا نبداو بالحزب بالحزب، هذا معناتها الحزب معناتها نجم نقولوا عنده وجود في تونس وما نجموش ننكروا اللي تقريبا 20% من الطبقه اللي تنتخب يعني نجم نقولوا معاه، معناتها نسبه 20% نظن منطقيه. نجم 15-20%. حزب النهضه وليس بالحزب القومي بالعكس، ولكن اسمع ما سمعتكش مليح، حزب النهضه شنو هو؟ حزب النهضه ليس بحزب قوي، ماهوش حزب قوي. سامحني 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 الصوت نتاعك يتقطع. تسمع فيها هكا ولا ما تسمعش فيها؟ نسمع فيك هيك تو تكلم. حزب النهضه ماهوش حزب قوي. الفرق الوحيد بين حزب النهضه وبقيه الاحزاب اللي هو الحزب الوحيد المنظم منظم والبقيه من الاحزاب البقيه هم باتيدات هم شركات ربحيه. يعني انت كيف سامحني عندك تنظيم بيان ستركتوري والبقيه ما عندهمش ستركتور، ما عندهمش هيكل، ما عندهمش تنظيم، ما فماش حزب اصلا، ثم باتيندا، ثم شركه، شركه خدمات يعملوا خدمات ويتقاسموا المرافق ما بين الطلاب. هو يربح في تونس وديما مش يقعد يربح على خاطر الاحزاب الاخرى هي ضعيفه وضعيفه جدا، لو كان ما جاتش شويه بالاعلام ينخلوا في صورتهم حل ما عندهمش وجود. سمعتني ولا لا؟ اي سمعت. كمل كمل على حزب النهضه. اي يعني هو هو الحزب الوحيد ستركتوري ومنظم بطريقه. شنو هو حزبه؟ شنو اهداف حزب النهضه حسب رايك؟ يعني انا عنده اهداف بالفعل دينيه؟ انا بالنسبه لي قناعتي الذاتيه اللي هو راشد الغنوشي في حياته هو رئيس الملك. دائما لا بربي مثل محمد ولا هو انسان مصلحي تلقاه مصلحته بانه يتبع الدين باش يصور منه فكر واكثر ولا اقل. يعني التنظيم والهيلمان وكل شيء من اجل السلطه ومن اجل الفلوس. من اجل السلطه سمح لي يا محمد تعمل الدين لي هو باش ياخذ النساء وياخذ الفلوس وياخذ السلطه. هو كيف عمل النهضه عنده انواع واشكال وخذ الفلوس وخذ السلطه حتى كي كان في عنده السلطه وعنده حزب النهضه هو حزب ارهابي ماذا به جهل اكثر ما يمكن من الشعب يقضي على الثقافه في تونس ينظر الى ثقافه القطيع اكبر خطر على تونس هو حزب النهضه اكبر خطر على المجتمع التونسي حزب النهضه. ما نحبش نقعد نسب فيه برشا خاطر لا لا بالنسبه لي هو من هو من الاحزاب تنظيم النهضه يمنو انه حتى كيف يتعارفوا في بعضهم اسرارهم ما تفوتش خاطر ماهوش كلهم متفاهمين في بعضهم. الصوت عندك رديء يا رمزي. قلت لك هما ما هما ديما ماهوش متفاهمين في بعضهم النهضه اي نعم حزب النهضه ولكن مشاكلهم لا تخرج الى العلن هذا الفرق بينه وبين بقيه الاحزاب هذه حاجه سلبيه. فما التزام. ثاني حاجة يعرفوا لو كان تدمر ستريكتير نتاع النهضة البقية مش ياكلوهم في كروشات. يعني هما بالنسبة ليهم
النهضة حتى كان يظلمتهم حتى كانوا موش متهمين معها ينتخبوها ويقويوها على خطر لا سول غارونتي دو لو اكزيستانس. يعني يدعموا النهضة على خطر هي معناتها الوحيدة اللي تنجم يعني تضمن وجودهم. تضمن حمايتهم. حماية مصالحهم، كي نقولوا حمايتهم كأشخاص وكمصالح وكأموال وكغيره. اوكي، اوكي، النهضة واضحة. باهي اسمع خليني إبراهيم أهلا وسهلا بك، خلينا ألكسندر مناعي يسأل سؤال. الفرق بين التجمع وأحزاب اليوم، التجمع كان عمل سياسي انتخابي لا دخل له في تشكيل الحكومة، وزارة بن علي كانوا يأتون من خارج التجمع ككوادر إدارية وغيرها ثم ينضمون للتجمع، يعني حكم تكنوقراطي أكثر منه حزبي. أما وزراء اليوم وحكومات ما بعد 14 جانفي مجرد حكومات ترضيح مع الترضية حزبية لا أكثر ولا أقل. شنو رأيك السؤال؟ غلط، كلام غلط، ماهوش صحيح. ها؟ ماهوش صحيح، كلام غلط، على خاطر البلاد ما كانش يحكم فيها كل شيء الوزراء. أنت عندك العمدة، وعندك المعتمد، وعندك رئيس البلدية، وعندك الوالي، هذوما الكليك يدخلوا في الشركة، وعندك البي دي جي نتاع الشركات الكبرى، رؤساء مديرين عام نتاع السونات، نتاع ستيك، نتاع لوناس، نتاع لي سيكتور استراتيجيك نتاع تونس، وشركة الموانئ، وكل شيء كان يدخل في إطار التجمع. غلط اللي يقول التجمع كان يحكم في البلاد، وكانت في تيارات خوينجية في وسط التجمع، وكان فيه راديكاليين، وكان فيه ماسونيين، وكان فيه ملحدين، وكانوا يتعاركوا ويوصلوا يتسابوا، واللي ما دخلش يخدم من داخل في وسط التجمع ما ينجمش يعرف هذا الكل. كان فيه ترائب كبير 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 فرش، وفيه اللي يمشي يصلي معه، وفيه اللي ما يصليش ويسكر، وفيه الانواع واشكال بتاع البشر. كيما المجتمع التونسي، هو كان يمثل المجتمع التونسي كامل بحذافيره، وهو كان يحكم في البلاد على خاطر حتى الوزراء اللي تحكي عليهم، تحكي على بعض الوزراء في المنطقة، لكن سامحني الوزراء المستشارين بتاع التصرف كانوا يحكموا أكثر من الوزراء. ما تقولوش كلهم من التكنولوجيا. الصوت شوية تعب يا قلت لك اللي كانوا يحكموا في القصر هم المستشارين، اللي هم مش كلهم دي تكنوكرات. والدولة ما تمشي فيها بأربع وزراء وخمسة وزراء. أنت تعرف اللي الدولة كي ما يكونش عندك فيها كثير من فوق، هي أهرم من أعلى السلطة إلى أسفل السلطة. هذيك الكوليكا كيفاش كان يتعين الوالي، كيفاش كان يتعين المعتمد، كيفاش كان يتعين حتى مدير المعهد، هو عن طريق الانتماء الحزبي. سامحني هذوما ما يحكموش في البلاد، ما شكون يحكم في البلاد؟ رئيس البلدية شكون كيفاش كان يطلع باش يشد رئيس البلدية؟ شي تكنوقراطي. لكن في عهد بن علي كان شوية تنظيم، يعني كان تنظيم كمان، فما جهاز دولي. هو كان فما تنظيم. أنا حضرت على واقع وزير الدفاع حاضر في مؤتمر انتخابي في منظمة للتجمع. تسمع فيه ولا؟ نسمع فيك. وحب يعمل وقت ليك، هو اسمه كمال مرجان، وحاول كمال مرجان باش إنه يزور الانتخابات الداخلية في وسط التجمع لمصلحة مجموعة معينة. دخلوا طلعوا له دقوه بطريحه، هو وزير دفاع ما يخافوش منه، والوزير اللي يجي ياكل طريحه عادي في وسط التجمع في وسط اجتماعات نتاعهم. راه ما تتخيلش ان التجمع كانت هي انستيتيوشن نتاع جماعه الكل تقول باع باع، سي با سا، كانت فما ديمقراطيه وحيويه كبيره برشا ما تنجموش تتصوروا. هو بيدو كتجمع اي قال لي عليها هذه حسين الحامدي، قال لي التجمع كان معناتها تخدم فيه عصابات، يعني قال لي كل عصابه عندها السلطه نتاعها، فهمت؟ يعني قال لي تنجم مثلا عصابه داخل التجمع تضرب جهه اخرى عادي، مش كان عصابه، كانت تيارات سياسيه وما تعتبرش معناتها جريمه ولا حاجه، معناتها هذاك داخل في اطار تركيبه نتاع التجمع. يوصلوا يضربوا بعضهم بالماس ويوصلوا يعني كل شيء كان جاي، هما اعلى من السلطه، يعني ما يتطبقش عليهم القانون. اي ما يتطبقش عليهم القانون. بينما بعد 14 جانفي كيفاش ولا الحال؟ باه هو فيه زاد ديك، سامحني، كان ثم لجان التفكير السياسي في التجمع اللي هي تابعة الأكاديمية السياسية، اللي هي كانوا ياخذوا فيها الأفكار نتاع العباد، اللي هي كيفاش تصلح البلاد، وكانت بعد ما ياخذوا الأفكار هذيك كانت تبلور في برامج وتتبعث للحكومة
وتتبعث للإدارة العامة المركزية نتاع الحزب وتتبعث للرئاسة والمراكز البحث اللي عنا في الدولة. فإنه كان زاد في نفس الوقت لي برين ستورمينغ كانوا يفكروا كيف يصلحوا البلاد، وهذيك علاش برشا مشاكل البلاد كانت تتحلق بالمصير. جيبوا جماعة السيكتور نتاع الحليب يجا شنو هي المشاكل اللي عنده كيفاش نصلحوا السيكتور هذا، أي جماعة العظمة لمدوا يجا جيبوا جماعة الإيكونومي يجا يجاوا جماعة التجارة يجا جماعة جماعة كذا ويقعدوا ويسموهم ومعهم دكاترة ومعهم جماعة تقيم وكل شيء وياخذ المشاكل الكل ويحلوها قبل ما تصير. سامحني كانت تصيرنا ديبينيوري في أي برودوي أليمونتير ما كانش تصير. ما كانش أي علاش؟ خاطر كانت فما الدولة عندها نظرة استراتيجية ونظرة استراتيجية. وقت بن علي بناه 12 صد عام 90 وقت شد حكم عام 93 تونس طردوها من منظمة اليونسكو على خاطر بنات 12 صد. علاش قال لك ما يساعدهمش اللي تونس بنات سدود ومش تقصد مناطق بيئية؟ لكن ب 12 صد اللي بناهم بن علي ومن تونس اللي توا انت كي تحل السباله في تونس تلقى عندك ماء. دينو كان حال العباد ما عندش عطش خاطر يفكر في قدام. دونك كانوا ينجزوا ما يهموش. حتى كي تصير له مشكله مع منظمه دوليه كيما اليونسكو. اللي قاعده ما تحطكش العمل فيه باش رجعت تمويلات المتاحف التونسيه والمناطق الاثريه وغيره. خاصه علينا الكل. وعلاش؟ وش دخلهم هما في تونس؟ يساعدهم. ماذا بيهم تونس تقعد ما عندهاش تعبئه مائيه، ماذا بيهم ما تصيرش بحيرات جبليه، ماذا بيهم ديما تصير عندك دي بروبليم. يساعدهم شنو علاش يساعدهم؟ يحاجتوش بيك تكون عندك انت اكتفاء مائي واكتفاء غذائي واكتفاء في كل شيء، فاش قال؟ كيفاش باش يبيع لك الزبله نتاعه هو؟ كيفاش باش يحكم فيه؟ لازمك تقعد تفكر باش تشرب وتاكل وكهرب. لازمك انت ديما تفكر اني الكونفور نتاعك اللي هو الرفاه نتاعك انك تاكل وتشرب. مفكرش هذا من ذلك. هذا هو الوضع اللي وصلونا توفيه بعد الثورة. به vraiment 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 c'est catastrophique. لازم الثورة لازم كيما الثورة يخدم 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 بعد الثورة. كهرب. ما عندكش حق حتى حاجة أخرى. هاو بعد الثورة قاعدين يفكروا في الشعب شوي بشوي لين يوصل إنه الطموح بتاعه إنه يلقى وين يسكن ويلقى بشكل ويلقى بشكل. إيش شعب كيما هذا ما تنتظرش منه لانه باش يفكر لانه باش يبدع لانه باش يعمل اي حاجه. فريمون سي كاتاستروفيك. اسمعني نمشيو للحزب الثاني. شنو هو الحزب الثاني اللي موجود بعد النهضه؟ حزب نداء تونس. نداء تونس. اوكي اعطينا فكره عليه. حزب نداء تونس ما نجمش اعطيك فكره واضحه خاطر هو حزب يتبدل. هو نداء تونس هو ماش ما فماش حزب اسمه نداء تونس. فما السبسي جاء لما الدعبات وعدهم وعود بعد جبت فيه اشتر العرك اللي صار هو عرك على المناصب اتفرق على الحزب خرجوا منه فرتين عملوا مشروع وفرتي اخرى كلهم وصولين وهم كلهم يتعاركوا ببعض في الاخر يعني ما فماش حزب ريال ما فماش فما السبسي تحت منه اللحاسه فقط يعني حزب ماكوكي كما نقولوا احنا فماش حزب خدموا شوية بالماكينة بتاع التجمع. ديجا انت تو في تونس قال لي التجمع ما يحكمش اليوم التجمع يحكم. انت عندك اكثر من 60% من الولاد اللي في تونس والمعتمدين في تونس هم معتمدين تجمعيين. يعني انا مثلا اصدقائي الشخصيون تو عندي 36 معتمد في تونس هم كانوا معايا في التجمع. واللي شدوا في الاذاعه والتلفزيون واللي شدوا في الرئاسه يعني يحكوا صوت يا رمزي. قلت لك انا من اصدقائي اللي كانوا معايا في التجمع في منظمة طلبة التجمع 36 توا معتمدين في تونس من اصدقائي اللي نعرفهم معرفة شخصية. يعني حتى اليوم يحكم التجمع في البلاد لكن ضربوا عليتي ما يخليوهاش يخدم. وين ما يجي ينقصوا حاجة ياكلوا لهم قلبهم جماعة النهضة ما يساعدهم. باهي غير نمشيو للحزب الثالث. شنو هو الحزب الثالث؟ الحزب الثالث هو المشروع. المشروع هذا شنو هو المشروع؟ تابع اي جهه؟
هو اللي ينبثق على 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 نداء نداء على نداء. هو اللي ينبثق على المسؤول نتاعو، شكون المسؤول نتاعو؟ محسن مرزوق. محسن مرزوق هذا الحزب يعني عنده تأثير ولا عنده وجود ولا عنده في الوقت الحالي؟ عنده تأثير وعنده وجود، لكن وجوده ضعيف وتأثيره ضعيف، لكن عنده وجود. و ولد قائد سبسي يعني شو اسمه هو حافظ هذا شنو مكانه من الاعراب يعني؟ والله هو شنو حافظ كان شادد يعني مغازة عامة كما نقولوا احنا في السيبريت يعني، فهمت؟ هذاك هو الانجاز الوحيد عنده في حياته، بل كان يعمل مشاكل وبو ديما يحلوا المشاكل. هو انجازه الوحيد في الدنيا ان هو جا ولد السبسي ولد فوق. معناتها ماهوش ناوي هو اللي باش ياخذ النداء بعد يعني؟ هو يحب يعمل برشا حوايج، لكن انت القوة العالمية تحب الشهادة يشد رئيس. انت سامحني تو حل اي راديون اكسبريس اف ام موزايك باش تلقى ديما يحكيو على الشهد يل فو لو روندر بريزيدونسيابل بس وكهو عطوه باش يكون رئيس. للشاهد خلينا في الشاهد نمشيو لبقية الاحزاب بعد المشروع. شنو فما بعد المشروع؟ فما الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية، باهي اعطينا فكرة على الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية هي تكونت من الوطنيين الديمقراطيين ومن الفوق الديمقراطي البرنسيبو يعني هما زوز احزاب كبار مش كبار ولا صغار اما قدم كما نقول. الحزب الوطني الديمقراطي الموحد والجبهة الشعبية ومعها بعض الاحزاب الصغيرة اللي هي راديكالية ويسارية كما لك القوميين والعروبيين وحزب حركة الشعب وغيره. واحزاب عروبية. قلت العروبيين اي قلت العروبيين والناصريين والبعثيين وغيره. هذا المثل. اي. يوم كحزب هو ماهوش حزب هو جبهة. اي. ماهوش منظم. عيرة ديما في العرق صح ما يهمش منظمين ما يحبوش كان تحت حزب مبني على لا رياكسيون يعني تصير مشكلة في البلاد. وهما يجيو مش يعطيو مش يعطيو يقولوا خلينا نتكلموا كلمه كاينه عندك معلق رياضي يقول لك ها اسمع الكره دخلت في الجول ايه الكره دخلت في الجول اما راهو اللي يوزع ما عرفش يوزع مكو بزهرته ولا راهو ماركا جول اما راهو في التسلل يعني هذيك هي الاكسيون حزب صدقته كامله انه يعلق ما عندهم حتى نظره كيف يستلم البيت ما عندوش برنامج ما عندهم حتى عباد ما زالت تحكي على مشاكل تكل عليه ده. باش اسمه واحد قالك باسم إبراهيم قالك حزب حركة الشعب ما هيش في الجبهة. يا حزب حركة الشعب ما هيش في الجبهة. ما هيش مشكل حزب حركة الشعب ما هيش هو دي القسم هو دجا حزب حركة الشعب تقسم على زوج. بارتي وقتها مشيت مع السيفير وبارتي مشيت مع الجبهة. يعني هو حزب حركة الشعب يتعبى في أقل منكر يعني مين يبيس يعبي حزب حركة الشعب. مشاو 4-5 مع الجبهة ومشاو 10 مع المرزوقي ما هيش مشكلة يعني بعد خرجوا من عدد المرزوقي ويبيعوا ويشريوا مع النهضة ما هيش مش نحكينا على الحواج البسيطة هي يبكي ديتاي بالنسبة لي السمن بورفا ما هيش مش تقدم لي حزب حركة الشعب نعطي قصته كاملة كيفاش عملوا أما هو دجا كحزب ما عنده علاش نحكي عليه ما فيه شيء هو باش نحكي عليه شكون المسؤول نتاعو هو شكون المسؤول نتاعو والله ريال الموت تو ما نعرف تو ريال الموت تو اكزاكت تو ما نعرف من كل اسمه ان توكا حزب صغير شنو رايك عمل همامي شبيه عمل همامي ولا هكا يعني ما فهمتش يعني عمل همامي عمل كيما عمل غلطه نجيب الشابي نجيب الشابي وقت ما تسميه في القصف الجماعه الكل تعيط تحب تعمل مجلس تاسيسي هو غلط وقت مجلس تاسيسي جاء قال لهم لا مش مجلس تاسيسي لازمنا نعملوا انتخابات ونعاودوا من غير ما نعاودوا نخلقوا دكتور محمد دكتور بري عمل همامي كي لازم يسكر فمه يتكلم هو بدات الميديا والماكينه تخدم في الشاهد جاي يحل في جرحه وتخلهم حتى تشوفوه هو شكون قال لي نجم يصلح وهو شكون قال لي حل بس كيف يسكر فمو خلي تعدى الحكايه وبعد ينتقل يعني كان تشوف انت بين سكيتور حما ماهوش انسان عنده الطاقه نتاع خطر ما عندوش قوه يعني ما عندوش حجة وما عندوش قوة كلام وحتى في يحكي كلامه سطحي جدا ما يوصلش المعلومة ما يعرفش كيفاش يوصلها ما لقري هو كإنسان إلى إن تري بون فولونتي يحب يصلح يحب يعمل حاجة لكن عنده إن تري 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 موفيز كوميونيكاسيون ليزاكت دو كوميونيكاسيون تاعو ناقصين على الأقل
تشوف انت حمل همامي واحمد الصديق، احمد الصديق يحكي خير من حمل همامي. شيء طبيعي، شيء طبيعي. اعطينا الحزب الاخر اللي بعد الجبهه. عندك جماعه الروتاري، جماعه اليوتاري واليونس كلوب بما افق تونس. افق تونس هذاك حزب جاي باش يصمصر في البلاد، اكبر مجرم، اكبر حزب اجرامي في تونس، اكثر من نهضه واكثر من الكل. اذا تعرف الخطر في تونس يجي من افق تونس 10 مرات اكثر من نهضه، وما هو يغضبكم، وهما كاشخاص انذل مليون مره من جماعه النهضه اللي انا ما نحبه. يعني ياسين ابراهيم واللي دايرين به والموخر وغيره عباد جايه من اللي طالعه باش تحكم، من اللي تشارك في الانتخابات وياخذ فلوس باش يعملوا ترافيك. مثلا نعطيك حاجه بسيطه، نحاول لي ساشي كومسي يعني باش يحاربوا البيئه، باش يجيب الشركات الفرنسيه تبيع لي ساشي بالفلوس. انت كنت تاخذ ساشي باش ولا تاخذ بالفلوس؟ افاق عندي عليهم فكره، خاطر تعاملت معاهم هوني في يعني جماعه افاق. لي كونترا اللي صحوهم الكل الوزراء تاع اي وزير يشد من افاق الحاجه راهو يصح لي كونترا لمصلحه فرنسا. ومصلحه الجمعيه نتاع لي زونسيان، لي زونسيان ايتيديون دي غران سيكول فرنسيه. فيها 1200 عضو من لي غران سيكول فرنسيه اللي هما اللي والمين اللي هما هذوما اللي يقراو فيها لي بوليتيكنيسيان التوانسه اللي يقراو فيها. اللي موجودين في لي ميكرو ناسيونال نتاع العالم لمدوا بعضهم وعملوا الجمعيه هذه، وهما اللي يدعموا بالفلوس وكل شيء في افق تونس. يعني يدعموا فيهم احزاب سياسيه في الخارج، انا متاكد من هذه المساله وتعاملت معها. لا 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 لا, لا ما يتعاملوش، مش احزاب سياسيه كحزب، اللي يدعموا فيهم سوسيون دي ستركتور ملتي ناسيونال، هما دي بايور دو فون انترناسيونال، هما اللي يدعموا فيهم. يعني تدعم فيهم شركات كبيره، يدعموا فيهم دي هولدينغ من برا ياخذ فلوس عن طريق هولدينغ. نجم يكون يمدها له عن طريق حزب سياسي في بلاصه معينه، لكن الحزب السياسي مش مدها من مكتوب، مدها من عند هولدينغ تخدم الشركه عبر القرار ولا تجمع شركات عبر القرار. من اخبث الاحزاب اللي عندنا في تونس. انا بالحق افاق تونس يعني ظاهر يعني سمسار، فهمت يعني يخدم هذيك لا نقاش فيها. فهمت انا عندي معناتها تجربه قريبه معاه ونشوفه كيفاش يخدم وكذا. المهم نرجع للحديث عن الاحزاب، يعني هذه الاحزاب اللي موجوده تقريبا في تونس والباقي كل طبعا 190 ولا زيد حزب الرياحي هيك نتاع مافيوزي يعني تحكي عليه. رياحي هذاك مافيوزي هذاك مافيوزي يعني درق فلوس الهدافي. ابراهيم يسالك قال شنو تحليلك لشخصيه هاشمي حامدي؟ هشمي حامدي ست ميغالومان كذاب، يعني انسان مريض بالكذب، وفي نفس الوقت بدوي مع احترامي للبدوي، ولكن هو بدوي بدوي يعني بدوي ويحب يظهر انسان البدوي. البدوي يعني تصرفاته وتركيبته النفسانيه هي تركيبه انسان بدوي، ولكن يزيد على البداوه. البدوي راهو الطبيعي يكون راجل ما هو كذاب، مش كذاب هو الى الان ميغالومان، هو انسان كذاب، انسان وصولي الى اقصى حد. لو اشتغل على الفلوس ولو اشتغل في الموت نكذب على كل اللي تحب. il veut toujours se montrer comme un victime، يحب ديما يظهر روحه للفيكتيميزاسيون. وخدمته الكل يكذب ويحب يقرا شويه كيفاش يعرف شويه، هو زاد عنده نوع من الكفاءه اللي هو لازم يقرا المجتمع التونسي كيفاش. عرفت حبوا الخبزه ب 100 فرنك، خبزه ب 100 فرنك. تركوا في الكربلاش، تركوا في الكربلاش. نحيوا فلوس الغنية وخذوهم انتم، يعني يقول للعباد الكلام اللي هم يحبوا يسموه. فهمتك. انسان فوالا اي ظاهر ظاهر هذاك هذاك معناها. ما يمثلش خطر على تونس، خطر هو ماهوش مش يعني الظاهرة نتاع الهاشمي الحامدي بعد الثورة عطات قبل، لكن بعد عباد عرفت فما برشا عباد ما قصت من فيه ما قصت يعني ما عند ما يمثل حتى خطر على باهي. وبالنسبه نرجعوا للمهبول الكبير المرزوقي. المرزوقي يعني هل تعتبر يعني المرزوقي اللي هو حقوقي يعني معناتها النقاش انه معناتها يعتبر معناتها رجل حقوق، ولكن كيفاش اللعبه هذه يعني
وكما نقولوا احنا طيح مستواه لهذيك الدرجة، وصل انه يصبح عدو لتونس يعني في تصرفاته في تعاملاته. ثم حاجز ما تعرفه المرزوق، المرزوق يلا الفيل وفيل دولا فيخسون، المرزوق يعبد روحه، يعبد نفسه، مش هو رب روحه، لا لا هو يعبد روحه. وبالنسبة لي تونس نتاعه هو، واللي يضره هو كأنه ضر تونس، لو هو كان عادي كيما يعني كأنه ولد صغير عادي يضر بلادي، المهم مادام ما سمعوش كلامي. مي المرزوقي سيت اون بيرسوناليتي، سيت اون سكيزوفرين، انسان عايش حالة فصام، مش تحب انسان مجنون يعني، بلاصتو بالرسمي بلاصتو في السبيطار المهبل المرزوق. زيد باش تحكي عليه مجنون، انسان مجنون. شو سركيكا يعني، فما حاجات يعني قالهم على تونس يعني مصيبة يعني، فهمت؟ عادي يقول أكثر من عادي. يا أخي هو كيفاش حلوا حزب الوطن؟ هو كيفاش صنع حزب المقاولة في الحزب الجمهورية؟ هو قبل كان يعمل ببليسيتي في تونس في التلفزة الوطنية على جريان الجذور، وكان هو طبيب في سودان. أي 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 نعرف هذيك. وتوا جرينا جوف، الله يجري جوفه. جا بن علي قال له مش نحبك تردي وزير الصحة. فهمت؟ بن علي سكت، قال له لا إيه لا لا لا، وبدا في الأول ينفخ في بن علي وكذا وكذا. جاء وقت الجمعية نتاع حفظ الجمعية نتاع حفظ ننسى، صارت عركة مع بعضهم ومع شكون يقود وشكون كذا، ولا أنت تجمعي وأنت مش تجمعي وأنت كذا وأنت كذا. أنتوك جاوا جماعة التجمع قالوا له ريد على أيامك ريد من البلاد ريد من المشاكل وسكروا المؤتمر مع بعضكم وكذا. قالوا بيه نسكر المؤتمر ونريد وما نعملش مشاكل على شرط خليني وزير. قالوا له قابل الرئيس، مش قابل الرئيس، نحكي لك راهو في حكاية ذي راهي فيريديك من عند يعني من عند رفيق قرب وهو بيدو، واضح ولا؟ نحن فيها وقت المرزوقي بحثنا قاعدين نحكي وما بعضنا في طولة المرزوقي نعرفه حتى قبل ما يشد رئيس هكا صارت العركة. مشى للطرق قابل بن علي يخي، قال له مش خليني وزير ولا؟ قالوا له قالوا ما أنا مش مبضبزة في الجمعية وكذا وكذا. قال له أنت جاي تهددني، هز يده بن علي وضربه بكف، طرده بالقصر خرج مشى. قال له اسمع هذا اللي ضربني بكف وانا تخرج نعمل فيه اي قيم، مش عامل حزب نسمي مؤتمر الجمهوريه وانا مشد رئيس في بلاصتو على البونت يموت. هذاك هو مريض عنده عقده. انا ما فهمت الشيراز علي قديش، شنو معناها هداك يحط لك واحد دي؟ ما فهمتش، فهمني يا شيراز، انا ما نفهمش هذه اللغات نتاع فهمت نتاع فيسبوك، يعني كتب الدي شنو الدي ما نعرفش. دي برك بدي صغيرة دو بوان دي عادي به. المهم إبراهيم قال لك حافظ قائد سبسي وسياسة التوريث، ماذا تقول؟ لا فما توريث لا فما شيء. باهي خلينا تو معناتها مادام وصلنا يعني في تونس، سمح لي في تونس تو اللي يحكم في السياسة الداخلية نتاع تونس هما دو كرون بويسون، هي لا بويسون كولونيال فرونسيز هي لا بويسون نيو كولونيال ألمان. عندك ألمانيا وفرنسا يحكموا في تونس، الشاهد مدعوم من طرف ألمانيا، وألمانيا ذات الملف التونسي في بلاصة وزارة الخارجية الأمريكية. يعني أنجيلا ميركل كي جات قدمت السبسي لدونالد ترامب قدمته على خطر جاءوا وزارة الخارجية الأمريكية طالبوا من دونالد ترامب باش يخصص ميزانية لتونس، قال لهم أنا هذه هي تونس نقطة في الحرب نقول عليها وما نخدمش عليها وكذا. يا اخي طلبوا من المانيا باش هي تقوم بالسياسات الامريكيه في تونس وتاخذ انترت بلونش ان هي تتصرف في بلاصه امريكا في بعض المسائل السياسيه الداخليه، فهم مسائل البترول ومسائل غيره، وهذيك استراتيجيه عسكريه تبع امريكا تاع البارتي بوليتيك. وفي البارتي بوليتيك اللي صار كامله، انت سامحني ان هوم كي نافا دو كوي راجل ما عندوش قرار ما ينجمش يركض ويقوم في ليله يولي عنده قرار. لا مستحيل مستحيل يحكم يعني يحكم ما عندوش ترغب، قد وقام صباح عنده ترغب. يعني يا إما صار التحول يعني صارت ميتامورفوز، وإلا إنه جاء صنعوا له ترغب. لو كما جاء صنعوا له ترغب، كلموا قالوا له ياسر خرا،
انت تو ثم عندك الامور قاعده شاعله وراهي البيت مشتي خوفك مشتي انت عندك فرصه تاريخيه اي شيء فرصه تاريخيه برا اعمل محرك الفساد وانا بسطو الدوسيه هو الدوسيه عنده من هيك العام اي الدوسيه ما بس سياسي اللي عنده على بالي لحظه لحظه واحنا مش ندعمه ومش ندفع الفلوس ومش نخليه جماعه طحلك واحنا في المانيا يعني عندها جيزات وعندها غيره وعندها غيره في تونس وعندها فلوس برسا تصرف في تونس اكثر تصرف من فرنسا في تونس وكثر من امريكا في تونس فاني بالجمعيات اللي لساتيليت اللي عندها وكل يكلموا الصحفيين يكتبوا ويكلموا غيره ويكلموا غيره ويقولوا في تونس هو نوم الرجل منكر في تونس كما الاخر بن علي صنع التغيير هذا صنع المحرك الفساد خلينا في الشاهد يعني الشاهد معناتها احنا توا شفنا اللي معناتها الاحزاب الكل هي احزاب عميله واحزاب تخدم مصالح اجنبيه وفما حتى حس وطني في الاحزاب هذه لا نقاش فيها. نجيو الشاهد اللي معناتها على حسب معناتها التنبؤات تاع ياسر انه يتم تحذيره للرئاسه عام 2019 وهذا معناتها بين وراشد الغنوجي وهدد بطريقه مباشره الشاهد انه لا يتقدم للرئاسه. لكن ما تنساش الرئاسة احنا في تونس توا ما هيش حاجة مهمة. اذا هل ترى عودة النظام الرئاسي في تونس؟ ماشي يمشي يشد الرئاسة لازم يرجع النظام الرئاسي. لا من غير حتى ما يرجع النظام الرئاسي. علاش؟ انت كيف ثلاثة اربع ضربات ارهابية ويختم تنوطة ورا يولي يحكم بالمراسم. قولوا فينا. كيفاش يعملوا لك ثلاثة أربع تفجيرات يا أخي شنو يبعثوا لك ثلاثة أربع يفجروا لك زوز بلايص تعمل قانون طوارئ وتحكي مع الروح ديالك شبيها يا أخي صعيبة هي قانون طوارئ اللي تاع ديرجونس ماهيش موجودة والرئيس هو قائد القوات العسكرية هو اللي يحكم يعني يولي البرلمان ما عادش عنده حتى قيمة ياسو وهل تتصور أن شاهد تو نشوفوا احنا تغييرات حسب ما نتبع عن الإذاعة مع التلفزة التونسية ان هناك تغييرات نوعا ما هل يعتبر الشاهد خطر على النهضه الشاهد يعتبر خطر على تونس قبل ما يكون على النهضه علاش الشاهد هو البيوع نتاع مونسانتو هو البيون دو مونسانتو مونسانتو تسمعوا بها مونسانتو ولا لا شنو هذا مونسانتو مونسانتو هي شركه فلاحيه امريكيه مختصه في القتل الاقتصادي الزراعي في العالم كامل هي اللي عندها المونوبول بتاع البذور هي عندها المونوبول بتاع البيستيسيد وهي اللي تصنع في الليزوجين مونسانتو هي القوة شبه عسكرية في أمريكا اللي تقتل البلاد تدمرها انت تحكي نحكي على شاهد اللي هو اللي في ساكاز الدكتوراه على كيفاش البذور هذه نتاعها نتاع مونسانتو مش تفيد زعما تونس اللي هي بالعكس مش تدمر البلاد فهمت وهو ديجا خدم مستشار في مونسانتو الى تيك ان كونسي سامحني كيفاش يشد كونسي هو مازال فرق شنو هي الاكسبيريونس اللي عنده اللي يشد في مونسانتو فهمتك مونسانتو ما تعرفوش اختارها نعطيك لا ما شكون عرفها شيراس قالت لك هي نتاع فهمت تستثمر في البذور تستثمر في البذور مونسانتو دخلت الامريكا اللاتينيه بلاد كيما نيكاراغوا ولا الهندوراس كانوا ينتجوا في الروز عندهم في بلادهم وكانوا عندهم اكتفاء ذاتي ويصدروا 80% من الفلاحه نتاعهم خارج البلاد دخلت لهم مونسانتو في 10 سنين بدت لهم السياسه الفلاحيه نتاعهم ردتهم يخلصوا في الكيوي ويغلصوا في حوايج اللي هي مش تاع ماكلتهم حتى لين التراكتوراتهم سددوا والماكينات بتاع الزراعات الكبرى والروز وغيره 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 كولي كما قاش موجوده وعملت كيما هكا وخرت وقدمت طيحت لبري عملت يعني هجمه ودقت الاسوام نتاع الخطوط نتاع الغلال نتاع النباتات اللي هما يخدموا فيهم في امريكا الوسطى في 10 سنين صار بروجرام كامل يفهموا ولاو يستوردوا في 80% من اللي ياكلوا وما قاش ينجموا يرجعوا بالتوالي ويعاودوا يرجعوا للزراعات الإعاشية اللي هي اللي تزرع لك حاجه باش تاكلها في بلادك وقت اللي كدقت قلت لهم الاسعار نتاع اللي هما ينتجوا فيه حتى لين طلعها الكل فلسف وشرات الاراضي الكل ما
اختارت مجاعات هناك والبلدين هذيك فلست وشراتها موسم شراتها شراتها يعني الشاهد انت قلت معناتها يعتبر خطر على تونس تماما. جس معلومه البطيخ المعزول نتاع تونس هذاك البطيخ اللي قصرته صفر انت تو في تونس ماهوش هو نفس البطيخ نتاع قبل هذيك شراته مونسانتو هزت سرقة البذور عام 88 ولا 89 وعملت لهم امبريفي اسمه لو مازون دو لا تونيزي تدخل على الانترنت واش تلقى البريفي فيه باتنت فيه البريفي كوم سي هي صنعته هي سرقته من تونس وتونس قبل كانت تصدر منه هكا البطيخ توا تونس البطيخ اللي عندنا يتغرس ما عندكش حق باش تصدر منه حتى كعب هي تصدر فيه العالم كله مونوبول الله يهلكهم الله يهلكهم الكل هما يعملوا مونوبول على الحي يعني انت ما تنجمش تجيب حاجه موجوده تعمل فيها بروفي ما صنعتهاش ما اكتشفتهاش هي البروفي لو فيفون كي كونتر اي سي رمزي ما لازمش نزيدو نطولوا ياسر على خاطر احنا توا تقريبا ساعه غير حبيت نسالك زوج سؤالات ولا ثلاثه ونختموا البث المباشر. السؤال الأول يعني حسب ما فهمت اللي الآن لو نسألك أنا الآن السؤال هل هناك إمكانية العمل داخل الأحزاب السياسية الموجودة الآن؟ أي حزب سياسي هل يمكن التغيير ولا مستحيل؟ يعني أنا هذا السؤال نطرحه لنفسي خاطر نعرف الانتخابات. رمزي خليني نكمل السؤال. احنا نعرف اللي 2019 يعني قريب يعني مثلا تقريبا عامين فهمت الواحد يقعد يفكر هل يبحث عن حزب باش يعمل في الإطار متاعه وإلا يقاطع الانتخابات كلياً وينعزل كما عملوا ياسر من الناس؟ شنو وجهة نظرك؟ أنا بالنسبة لي للإيجابيين ينتخبوا ضد النهضة والسلام عليكم شنو؟ ينتخب ضد النهضة باش النهضة ما تطلع باش ما يتكلمش يقوم عليه فقط باش يبقى حزب ما عنده ما يخدم اللي يحب يوصل واللي يحب التلحيد واللي يحب يسلك اموره واللي هو يرى في روحه توا مزمر تحكي بصفه واقعيه من غير ما نبدا نحكي برشة اخلاقيه اللي يرى في روحه مزمر ويحب يدبر خبيثه هكا يدخل في حزب الاحزاب ويخدم الكامبين نتاعهم ويهبط للاباساس وللرداء نتاعهم ويدبر راسه وياخذ خبز وعلي مش باش يغير حاجه كبيره هي غرقه غرقه سكينه في الحياه ما باش ناوي بماكا باش يمشي يعمل عنتريات و مش يريد يروح دون كيشوت يحارب واحد ومش يكيد جي يستكى على روحه ويفشل هذا هو يفشل. اوكي ابراهيم مثلا قال ان اني ارى الدين والسياسه وجهه لعمله واحده هذا صحيح طبعا معروف ان انا بالنسبه لي اعتبر ان الدين هو سياسه الماضي والسياسه هي الاديان الحاضر هذا معناته سؤال يعني هو ساله. السؤال الثاني يا سي رمزي هو معناتها انت تشوف معناتها الاشخاص او المواطن العادي ينتخب ضد النهضه فقط هذا هو المطلوب حاجه ثاني حاجه راي الاحزاب في العالم كامل قاعده تندثر يعني انت كي تشوف هذا هي انا قريتها في دراسه سامحني رمزي انا قريتها في دراسه قال لك الدول الان في العالم اللي مشاركه بتاع الانتخابات فيها قليله هي الدول الاكثر متحضره ايه فهمت على قد ما ناس يشاركوا في الانتخابات على قد ما الدوله دوله قطيع وناس حشاك معناتها ما فاهمين حتى شيء فهمت لكن سامحني السؤال الذي يطرح نفسه كيف نغير الوضع في تونس هل يحتاج قيام جبهه ثوريه معاديه خارجه على السيستم تقوم بثوره جديده ام ماذا بالضبط نخدموا على الحل هذا انا شخصيا نشوف انه لازم تكوين جبهه دولة فهمت خارج الدولة وخارج السيستم فهمت ويتم فهمت العمل من أجل إسقاط السيستم الكل اللي موجود في تونس يعني ثورة جديدة شو رأيك؟ جيس كمان مش نتوسع شوية خاطر النقطة هذه لازمني نحكي عليها توسع كما يخلق بالنسبة نرجع على حكاية الأحزاب اللي طلع رئيس فرنسا دعمته يعرفوه الفرنسيس بيدهم يعرفوا لي ما دعموه لجروب بونكير واضح ولا يعني عائلته روتشيلد حد ذاتها دعمته والماكينه اللي شريتها روتشيلد في فرنسا هي اللي ردت رئيس بتجي انت تشوف دونالد ترامب كيف طلع بطريقه هي بيدها
يطلع بالفلوس نتاعو. اه ومجموعات حتى بلاديك يقول لك هو لا ضد الاحزاب، هي ضد الاحزاب، لكن حتى في اطار امريكا الاحزاب عمرها اللي كانت تحكم، ثم البوهيمينج جروب يحكم، ثم اللوبي الصهيوني يحكم، اليوم مقسوم على زوج جمعيات، ثم برشا بليزيور اسوسياسيون بليزيور فراترنيتي ماسونيك يحكموا في امريكا، هذوما دعموها تحت الكواليس. انت في تونس قاعدين يصنع لك في سبيكتيوب اللي هو اسمه الشيخ، العباد ما بقاش عندها ثقه في الاحزاب، مش تقول لي عندها ثقه على الاقل في شخص انا حاسبه هو على كلامي. هذا هو الكذبه اللي قاعد يصنع فيها لو سيستيم مونديال كامل، فهمت؟ اللي هو يحب يدبر به البشريه في الاخر، خاطر احنا تو راهو ماهيش خدش، ماهيش نحكي كلام يعني نجيبه لك خيالي، من الواقع اللي النومبر نتاع البوبيلاسيون في العالم اكثر من طاقه استحمال كوكب الارض، انت تو فتنا ديجا طاقه استحمال الارض للبشر، يعني تو قاعدين نستعملوا في جيرو كوب اكثر قرون اكثر من الارض تنتج فيها، الارض قادره اني تنتج فيها. بالنسبه فما دي جرون فيزيونير اللي هما شادين مراكز القرار في العالم واللي عندهم الفلوس اللي عندهم كل شيء، يحبوا يصير كيم بانديمي مونديال مرض ولا يصير حروب اهليه ولا يصير قتل للشعبات باش يطيحوا البوبيلاسيون ويعيشوا اربع كعبات في الوقت. سيت ريسك اكزيست راهو باش يبداو يقولوا مش موجود. لا 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 معناتها احنا نتكلموا تو على تونس. تقراني لليوميناتي لا لا ما تشد ورقه وسجلوا شد وشوف شنو اللي صاير في العالم. اللي صاير في العالم هو يحبوا يردوا العالم كامل شبكه واحده باش كيف تطيح بلاصه يعمل لك في الدومينو يطيح العالم كامل فرد واحد. تطبق لعبه تاكل بعضها انت يقص الضوء يقص الضوء بوندون اون سيمان الماء مش يقص بعد ثلاث اربع ايام. برشا عباد مش نور. كي ما عندكش كاربيرون الماكله ماهيش مش توصل للمدن الكبرى. بدات مدينه كيف تونس العاصمه في 4 مليون ساكن خليها انت جمع بلاش المازوت بلاش الصون بلاش الضوء قول لي بعض العباد كانوا مستهبط في الشارع فوق بعضها تاكل بعضها ولا لا؟ باهي سي رمزي خلينا في تونس توا، انت معناتها خلينا في تونس بالنسبه لتونس يا سي رمزي بالنسبه لتونس يعني معناتها شنو معناتها هل السؤال اللي سالته لك هل معناتها باش ننقذوا تونس فهمت هل يجب خلق جبهه فهمت مستقله على السيستم والا العمل داخل السيستم؟ باهي باش نجم ننقذوا تونس باسمتها جبهه خارج السيستم ما تحاولش تحارب السيستم حتى لين تطور روحك. بدير ما تحارب السيستم. بيان سور، بس ما تحارب. تخدم بسك، تخدم وتطوي روحك، تطوي السيستم نتاعك. والجبهه ما لازمش تكون كل شيء جبهه تفكيريه. لازم مثلا كل دين يكون يترينا كيفاش يدافع على روحه، يفكر كيفاش ينقذ روحه هو ديجا كل شخص فينا راهو ثمين. ويعرف وقتاش لازم يتكلم وقتاش ما ينجمش يتكلم ضده، يعرف يحافظ على صحته، يحافظ على وجوده في الدنيا هذه، وفي نفس الوقت يحاول ينفيد ويركريت عباد باش يقوي فيه الوضع الداخلية تاع الناس اللي يبدل البيت للأحسن. اوكي، احنا نعرفوا اللي معناتها حسب انا معناتها حواراتي مع رجال السياسة سواء في أوروبا سواء في تونس أو في مناطق أخرى، ان الذي يمكن ان تغير به البلد هو زوز عناصر اساسيه، يا اما النقود يا اما الشعب. يعني كي يبدا الشعب واعي ومعناتها وشعب مثقف اي فلوس في العالم ما تنجمش تقف ضده. متفق معايا او لا؟ ايه فوالا دونك معناتها الشعب المثقف لحظه الشعب المثقف هذا مش موجود. نعرف لا مانيش نتكلم فيك على الشعب المثقف، اما النخبه تقود الشعب، خاطر نعرف احنا الشعب وهذا قالوا هذه قداش من مره الشعب دائما غير مثقف، الشعب لا وجود له راهو في الاصل، الشعب غير موجود وانما موجود اشخاص كما نقولوا احنا فاعلين في المجتمع ويمكن ان يسيروا المجتمع، فهمت؟ يعني هذه مساله واضحه، فهمت؟ يعني تعرف ثم نخبه وطنيه نخبة وطنية هذه النخبة الوطنية لازم يلتف عليها الشعب، فهمت؟ نخبة وطنية حقيقية ما عندناش لازم نكونوها، هذه حاجة نقطة أولى مهمة. والشعب لا وجود له هو بالفعل لا وجود له، خاطر أنا
معناتها نحكي هكا مع السياسيين وكل شيء يقولوا لي راهي كل الشعوب معناتها بين قوسين وحاشا الحمار حمير، لكن فما اللي يركبها بالبردعة، فما اللي يركبها بلاش بردعة، فما اللي يضربها، فما اللي يجبرها، فهمت؟ فما اللي جوعها، فما اللي عذبها، وفما اللي تلهى بها ويعملها بردعة وزينة وكل شيء. هذا هو الفرق السياسي عندنا احنا والسياسي في الدول المتقدمة بين قوسين. المشاكل الماديه اللي عندنا عايشينها في تونس هي مشاكل مصطنعه، نعطيك حاجه بسيطه جدا. نعرف في تونس عندنا صحراء يا خويا، اصرف البترول الصبح عشيش جد يردوها كلها دي بانو سولير، غدوه الحين نوليو احنا نصدروا للخارج، نصدروا لاوروبا كامله. ما خذتوا المشروع المغرب ما يساعدهمش، فهمت؟ سامحني نزيدك ثاني حاجه، السياحه برك، السياحه برك تكفي. ما حشيش بالسياحه، اعمل منطقه حره، يجي شد جزيرة كارتنا ولا جزيرة جربة، قول هذه منطقة حرة. يا سيدي يجيو من هنا يستيو فيها، ردوها في هونغ كونغ، وردوها في مالطا، وخذوها ما حاش تمشي بها، تونسي يدخلها بالباسبور. غدوة الحيطة تولي يدخل في ريشاس تونس أكثر من أكثر من أي حاجة أخرى. بالفعل بالفعل. المهم احنا جست باش نفصل، يعني مثلا تعمل راهو شنو؟ كان حبوا تونس موقع الاستراتيجي نتاعها ينجم يخرجوا منها الذهب، هم يحبوا يثقفوا الشعب، راهو مش لازم به اكثر واحد يخدم هو البهيم، اقل واحد يخدم هو البهيم، يعني كي يجي يقول لك اخدم اكثر باش تصور اكثر هو يكذب عليك، يكذب عليك، اخدم اكثر باش نستغلك انا اكثر. فماش اخدم اكثر، الشعوب اللي تخدم يعني تو يحب يقول لي واحد شنوازي يخدم في 12 ساعه في النهار كي البهيم، هذاك انسان تحكونه عايش عيشه باهيه. لا احنا تشوف احنا توا في هولندا يحبوا معناتها الشخص يخدم 4 ايام في الجمعه فقط، فهمت؟ يعني ما يخدمش باش ينجم يعيش، فهمت؟ خاطر الخدمه ستان اكسكلافاجيزم. باهي المهم، المهم كلمتك الاخيره سي رمزي، وشكرا على قبول الدعوه. اعطينا كلمتك الاخيره ساعه، كلمتك الاخيره بالنسبه لتونس، كيفاش تشوف معناتها في زوز دقائق 3 دقائق مستقبل تونس خاصة في السنوات القادمة؟ مستقبل تونس يمر بالكتابة، بالنشر، بالتأليف. اللي ينجم يعمل كتاب يكتب كتاب، نجم يكتب في دي جورنو يكتب في دي جورنو، اللي نجم يوصل معلوماته عن طريق ان بلوج يوصل معلوماته عن طريق ان بلوج، اللي نجم يبدل الأفكار للأشخاص اللي بحثه يحاول يبدل الأفكار اللي بحثه. راهو الخدمة سيتان ترافاي دو فون، يعني خدمة تونتاكيلر. إذا تحبوا نوصلوا لازمنا نخدم كل واحد بالبلاصه نتاعو ويفكر في كل حاجه مش يعملها، انه كيفاش يحاول يعمل التغيير الايجابي. التغيير الايجابي يبدا محليا لوكالمون، وبعد نجم تشع على ناسيونال، على ليشيل ناسيونال. كل حد فينا يعطي روحه، هو ستركتور، هو ماكينه، هو حزب حبيب، يخدم على روحه باش يحاول يوصل معلوماته ويحاول يبدل العقليات. تغيير العقليات هو السر الوحيد في تونس في الفتره الصغيره. قد ما تفقد العقليات المشاكل انت الكل هي مرتبطه بجوز حوايج، نقص المادي والنقص المعرفي. على الاقل ما تنجمش تبدل النقص المادي، نقص شويه من النقص المعرفي خليه يولي يفهم حوايج كثير. راهو البشر ماهوش راهو تحكي مع بشر وتحس نصه في ذاته ونصه في احساسه، راهو يفهم ويمشي معه. مش لازم كل واحد يجي تقول له ربي ما فماش ولا ربي فما، خاصه في الثمر اللي ربي فما ولا ما فماش. يعني انت المشاكل تاعك تحس فيها، ديجا نحكي فيه معليش. انه النظرة بتاعك للحياة والنظرة بتاعك للبلاد بتاعك، هل اني نظرة كارتيزيان ايلوجيك والا تنظر بنظرة عاطفية؟ قد ما تنظر بنظرة عاطفية مش تقعد في الدمار، مش تقعد ديما ينجموا يتمانيبيولوا ويتحكموا فيك. وقد ما تنجم تكون عقلاني وتكون عندك نظرة واقعية، قد ما تنجم تبدل البلاد وتصلح البلاد. اوكي شكرا. سورتو سورتو اهم حاجه، اهم حاجه فهمت معناتها نقطه مهمه انا معناتها لاحظتها سواء على الفيسبوك او بصفه عامه او على الساحه، فهمت؟ انا هذا معناتها الكلام نوجهه للادينيين، احذروا احذروا من المستغلين اللي قاعدين يستغلوا فيكم ويستعملوا فيكم ويتمسخروا عليكم، فهمت؟ وقاعدين فهمت يعني يركبوا عليكم من اجل مصالحهم الشخصية أو المادية أو حتى البرستيج نتاعهم، وهذا هو حال كل الأحزاب تقريبا. والمشكلة الآن اللي الاستغلال أصبح في أبسط معناتها طبقات المجتمع وعند أنذل الأشخاص، ولاو
فهمت عاملين رواحهم بعد الثورة قدر وقيمة. هذه كلمة الأخيرة. سمحني باش نعقب على كلامك، كيف تشوفوا واحد فاشل في حياته في كل النواحي. بالطبع ما تشوفوهاش كمان يدول على خاطر هو فاشل في كل شيء. ما تنتظروش منهم اللي يكون ناجح في حاجة. بيان سيغ. قلت أي بشر نجم يغزل البشر يعرفوا فاشل ولا ناجح. فاشل مستحيل تاخذه كريفيرونس ولا كتأكيد. فوالا فوالا. شكرا سي رمزي، ونتمنى نعمل مقابلة أخرى أما المرة الجاية ماذا بيه يكون الصوت أحسن، خاطر الصوت كان شوية تعب معناتها عم نعرف على الكاليتي نتاع الصوت. شكرا لكم. الكاليتي نتاع الصوت يعني كان خايب يعني رديء، ما نعرفش كان الجماعة تبعوا الحديث، ولكن أتمنى يكون تبعوا الحديث ومع فيديو قادم وبالسلامة. بالسلامة.